صباح الخير مشاهدينا وين ما كنتوا عم تتابعونا، اكيد عبر شاشه سامراء الفضائيه وتحديدا من مطبخ سامراء. اليوم طبقنا للكل يلي بدهم الدايت. الدايت طبعا هو محصور بعشبه او بنوع من انواع الخضار. بالنسبه لخضار الرشاد، خضار الرشاد رح نحكي عنها قيمة الموسم تبعها، شو انواع الفيتامينات الموجوده داخل خضرة الرشاد وكيف فينا نستفيد منها بطبق من السلطة. هي كثير طيبة على فكرة. تفضلوا شو رأيك؟ نروح للمطبخ. تفضلوا رح شغلكم اليوم لكم وانا رح اقف اتفرج عليكم. والله والله مالي حيل اكذب عليك، اليوم مالي حيل اشتغل بها، بدي اشتغل بالبيت اعمال شاقة. مين له حيل يا ياسر؟ لا انت دائما اهلا وسهلا، صباح الخير. صباح النور يا ياسر. يلا قلت لي احنا نسميه الرشاد. الرشاد على قولتكم يعني الرشاد، الرشاد مشاهدينا الرشاد طبعا هي نوع من انواع الخضار الشتويه. نعم هي حاره شوي. الرشاد نوع من انواع الخضار الشتوي، هذا النوع يحتوي على كميه كبيره من الفيتامينات مثل فيتامين الاي، فيتامين البي، فيتامين السي. مفيد جدا لصحه البشره، للجلد. صحيح. مفيد جدا حتى للشعر بدور الرشاد. نعم للشعر. نعم صح. ممتاز جدا للاظافر، للسيدات لازم كثير تتناول. جد عم احكيكي يعني الرشاد عم اعطيكي معلومات دقيقه ان شاء الله. بالنسبه للرشاد مشاهدينا الرشاد هو مثل ما ذكرت مفيد جدا لصحه البشره، مفيد جدا للاظافر، مفيد جدا للشعر. يحتوي على كميه كبيره من الفيتامينات، نقدر نتناوله بكميه كبيره امتى ما حبينا، لازم يكون على طول نحن مع الاكل متعودين على يكون انه موجود طبق سلطه. فطبق السلطه نحن اللي موجود ما يضر اكثر منا ينفع وما يضر. لا لا ما بيضر ابدا نهائيا. لكن بالصيف بمرحله الصيف بخف الرشاد شوي. موجود طبعا هو بخف زراعه، لو قصدك احنا لازم نخفف. لا لا بخف زراعه. صح ايه زراعه بخف. طبعا الرشاد بيكون موجود على البحيرات. بيجي في زهره بيضاء هو الرشاد. صح. هي نحن بنتخلص من الزهره البيضاء وناخذ الحب الاخضر من الرشاد. رح اعطيكم وصفه ثانيه لكل اللي عم يعانوا من الم المفاصل. الم المفاصل في عندنا زيت حب الرشاد. كل يوم ناكل معلقه وندهن مكان الالم بزيت حب الرشاد، جدا مفيد للمفاصل و معلومه جيد. حلو. جدا مفيد للمفاصل، للدايت جدا كثير، بيساعد على حرق الدهون مشاهدينا. خلينا نشوف الرشاد مثل ما عم نشوفه، يا ريت المخرج يعطينا او اكل الكاميرا. اكو هذا الناعم ياسر، اكو خشن شايفه، احنا نسموه بالعراق يقولون رشاد بري. هلا هو شوفي مثله بس يعني سميكه. هلا الرشاد الرشاد نعم، هلا الرشاد له اكثر من تسميه. في له تسميه اسمه جرسون الحديقه. جرسون الحديقه. ايه جرسون الحديقه. جد عم حكي اسمه جرسون الحديقه. في بسموه المعدنوس الحر. اها اوكي. طيب تمام. ليش هاي الاسامي الاثنين يعني تحديدا؟ هلا الاسامي الاثنين اللي انطلقت مثلا مثل جرسون الحديقه، اول شغله هو بيكون اللامع بالحديقه مسيطر. ثاني شيء المعدنوس الحر انه هو بيطلع بقامة قصيرة بأوراق متفرقة، هو أيه. حر. المعدنوس إذا ما بتشوفيه بتلاقي وحدة طويلة ووحدة كلها نفس الطول المعدنوس، والكراس نفس الشيء. أيه. والأوراق نفس القياس. هذا لا، في مثل ما بنلاحظ هون بنشوف المعدنوس الحر صغير وكبير وقصير وطويل. أيه. فهو المعدنوس الحر، هذا بيقولوا له المعدنوس الحر. بس يعني عيبه الوحيد بسرعة يذبل مباشرة، لازم يصفر مباشرة اولا. ثاني شيء بده برودة، ما بده يكون الجو أيه. حار. اذا الجو حار حفظ معينة هم لازم يكون بالبراد، لازم نلفه بجريدة. ايه بجريدة طبعا ما انا ملونة، لازم يكون ابيض واسود. أيه. نحطه بمحارم اول كلينكس مطبخ، بعدين نلفه بالجريدة ونخليه بالبراد. هي الطريقة بتحافظ على مدة اسبوع. واهلنا يجيبون هذا الشوال القماش، شو اسمه؟ الخيط. الخيش ايه؟ ايه يبللوه ويلفون به. هلا ليكي هلا اكو يعني حتى يحطه بالثلاجة للمعدنوس وللكزبرة وللخس، الخيش افضل ما؟ ايه. بس انا عم احكي كست البيت انه مو معقول تجيب هلا خيش وتخليه بالبراد. ايه. هلا كلينكس مطبخ، خلينا نرطبها شوي بالبخاخة المي، نلف فيها الخضروات، بعدين نحطها بجريدة، نحكي بالاغلاق عليها ونخليها بالبراد. تبقى الخضرة عنا، الخضار خصوصا الجرزوات، تبقى عنا اسبوع كامل لا بتصفر لا بتخضر لا بتعسقل.
رح نحكي اليوم عن الخلطة. انا طبعا مقدم مع جبنه وزيتون جديده بصراحه، هاي لا شايفتها بمطعم اني السلطه هذه ولا هلا رح تدوقي جاي طبعا لازم. اول شيء خلينا نبدا مشاهدينا نقطع الرشاد. طبعا الرشاد انتم حرين كيف تقطعوه، خشن او ناعم. خشن او ناعم نحن رح نفرمه وسط. غسيل وين واقفه؟ اني موجوده بس حتى تاخذ راحتك لان بدك تفرم انت حتى ما اضايقك. يعني احنا نراعي وجودك بالمطعم. الله يخليك. انا داش اتفرج يعني. مشاهدينا يعني الشباب والصبايا هون اخوات واكثر من اخوات من الاهل. احنا بيت ثاني القناه. احنا عائله. اكيد. لانه اكثر يعني تواجدا على طول مع بعض فنتشارك كثير تفاصيل. يعني اهم شيء هذا اللي بدي اقول لك عليه الرشاد الخشن كان بالشام يسموه بلدي، يعني رشاد بلدي ما اعرف مار عليك يصير شوفي. شوفي يصير يعني تصير كبيره وخشنه وحاده حاده جدا. هو جدا قوي. جدا 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 حار الرشاد جدا وبيعطي بيعطي يعني طاقه حده مالته طيبه صحيح بيعطي طاقه جدا مفيده للجسم. انت قلت بدايه حديثك قلت يضعف؟ نعم بيساعد على حرق الدهون. ما يناسبني انا مثل الزنجبيل يعني مثل الزنجبيل لانه حار. حجرب اكله هواي شيء بعدين بتختفي بيطلع بس صوتك على الشاشه. طبعا هواني اكله بس كلش طيب لانه كلش احب الخضروات بس اخاف لانه بسرعه تاذي كليتي. طبعا لازم لازم يعني هي الغسل لازم غسل جيد اكيد تعذيب ونقع وملح وكذا لانه يعني انا بستخدم معقم الخضروات بيجي في جاهز بالحبايات لا مو الحبايات بيجي سائل. مخرجنا الشيف يقول يعني انتبهوا انه ما تاكلوه على معده فاضيه فارغه يعني لانه ممكن ياذي. لا بس 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 ابو طارق ياكل على معده فارغه ما في مشكله. لا ماني صراحه لا نحس يعني على بعد انه اكل الحاله يعني خصوصا من اقعد الصبح خطيه. رمضان جاربت. رمضان اللي فات ابو طارق كان في وعكه صحيه يعني الله يعافيه ويعافي كل مريض امين يا رب ان شاء الله. تعرف شنو ياسر يعني الرشاد والكراث احبهم مع خبز التنور الحار هيك وحده بالفعل صحيح هيك خبز تنور حار وتخليه جربتها مره ورشاد اكله خرافيه والله. شوفي رح اقول لك شغله اسيل في نوع يعني في خضروات تنأكل مع الخبز اطيب من اللحم. اي والله وتدرين تشبعين؟ اي اي اذا جوعانه وتاكلين تشبعين تحسين شيء جربت شيء صحي وبسيط وطيب. مشاهدينا نخلي حبه البندوره الطماطم خشنه شوي لحتى تبين يعني نعمنا الرشاد خليناه وسط لكن الطماطم خلينا نخليها خشنه نوعا ما لحتى تبين بالرشاد. هذا الطبق من السلطه ينتمي لاي مطبخ ياسر؟ هذا للمطبخ الشرقي. مطبخ الشرقي نعم. بس ما يسووا بالمطاعم قليل اللي بيساووا قليل ما اعرف ليش يمكن شويه غسل الخضره متعب وياخذ وقت على لك بالمطاعم في شب خصوصي لهذا الموضوع مو لازم وكثير اكو مطاعم يعني انسدت غلقوها بسبب انه الخضره ما تنغسل زين صحيح. حتى في ذيك الفتره في اربين انتشر موضوع الامراض الانفلونزا وكذا وقفوا بالمطاعم التبوله منعوها لفتره الى ان يسيطر على الموضوع. لك هلا اذا بدنا نحكي اذا بدنا يعني نحكي دقيق اذا بدنا نحكي نحن على موضوع الخضروات وغسل الخضروات اصيل التبوله ممنوعه بالمطاعم حتى ليه؟ بسوريا ليه؟ لانه المعدنوس او البقدونس بيحمل جدا فيروسات للاسف. وش قلت يعني هو طيب ومفيد يعني انت مثل ما قلت شفنا يفترض في شخص خاص لهي شنو هذا المعقم اللي قلت لي عليه ياسر اني لا اعرف الحبوب لا هذا معقم سائل الناس تنقع بالملح هلا نعمه الملح هي موجوده عند كل ست بيت يعني الخس البقدونس الكرافس نزل الرمل بالهذه ننقع المعدنوس بالمي ونحط له تقريبا 3 ملاعق ملح ونتركه لمده ربع ساعه ملح خشن يمكن ملح خشن لانه ابو اليود لا باليود لا هلا الرشاد فيه كثير يود يود يعني مو طبيعي حلو كثير غني باليود. هلا اول شيء مثل ما ذكرت رح ارجع اذكركم بالمكونات حتى ما نضيع عندنا رشاد قد ما بدنا حزمه حزمتين ثلاثه خمسه 10 حد انتو ما بيكفيكم عندنا الطماطم عندنا الزيتون الاسود المقطع لطرنشات
عندنا الجبنه المشلله، عندنا الليمون وعندنا الملح وزيت الزيتون. هذا الطبق مثل ما ذكرت لكل يلي بدهم الدايت واللي بدهم صحة وبشرة، نظارة بشرة نقيل وأظافر وجلد يكون تمام وناصع، ياكل الرشاد. الرشاد فيون بس بينحف، كنا نبيدهم بينحف يا ظلال، ما بيفيدك إليك. يعني أنت قلت يبقى بصاتي. أنا عم بستخدم ملح الهملايا. استخدم شوي من عصير الليمون كمان. انا فكرت عسل والله. لا عصير ليمون، عسل ما بعرف شو قلت لي انا مش بالجبن مش بالزيتون، فافكاري الصباح على الفطور افكاري الصباحيه نمزجت. لا يعني انه بس عسل وكرافس والرشاد فكرت يعني ممكن تصير. واضح ضلها شاطره بالمطبخ. شاطرة والله، كلش احب المطبخ، ما عندي صعوبة انه يعني اوقف بالمطبخ واطبخ اي وجبة، حتى مرات اخترعت من يمي وجبات. حلو حلو برافو عليك. بس يعني قليل. تدخل يعني على الطبق شيف ولا لا؟ في ناس تحب البصل معه. البصل اكيد بيمشي، البصل الاخضر. في ناس تحب السماء معه كمان، اكيد بنقدر ندخل السماء، لكن انا عم احكي عن وصفة مجربة كثير وطيبة محددة. يعني على فكرة يعني ممكن من تكون وجبة دسمة يعني تكتفين بها تاكلين. وجبة جدا مشبعة يعني. ايه مشبعة، وبعد شوية واحد يجوع. ممكن شفنا كلية هاي قطعات الخبز اللي صرت خاصة بالمقبلات. توصف قصدك يعني؟ ايه كل اللي بدك يعني، ما بدك لك كل اللي تاكل. لا جد عم احكيك، انا ما بقدر. لا شوفي، انا ما بقدر اقول لست البيت انه خلص بدك تاكليها هيك. النفس ما تشتهي. انا ما بقدر امنع حدا. احنا بنخاف يكون عندنا دقيقة تقريبا قبل ما نطلع الى خلصنا تمام. هذا الرشاد صار جاهز. الرشاد صار جاهز رائع. وتسلم ايدك. اكيد تفضلي اسيل دوقي واعطي رايك. تفضل. عن جد طبق على بساطة بس بيه فكرة مميزة. شيفنا ممتع على طول، فيسلموا ايدك يا شيف. نطلع فاصل شباب والله. نروح فاصل بعدين نرجع نكمل فقراتنا الصباحيه. استمعي يا انا الى اللقاء وشكرا ان شاء الله يوم الاثنين.